السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على نبينا الكريم، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أعاده الله علينا وعلى أمة سيدنا محمد بالصحة والعافية. إن شاء الله اليوم عندنا فيديو مهم جدا. تابع الفيديوهات الخاصة بدولة أستراليا. موضوع هذا من المصدر الموقع الرسمي لأستراليا، بإمكانكم، أنا سوف على العموم أتركه لكم في صندوق الوصف وتطلعوا عليه وتتأكدوا من هذا الموضوع، فما عليكم غير أنكم تبادروا وتبدوا في هذه الإجراءات التأشيرة. فيديو كما ذكرت هو مهم جدا وخاص بفيزا أو تأشيرة العلاج المجانية. وأخيرا، دولة أستراليا تمنح تأشيرة للأشخاص خارج أستراليا بطريقة مجانية وبدون أي شروط. لنبدأ. المميز في هذه الفيزا أنها مجانا بدون أي رسوم، ولك الحق أن تتقدم لأكثر من مرة على طلب هذه التأشيرة، لأنها باعتبارها مجانية فأنت لا تخسر أي شيء. تحول مرة واثنين ثلاثة عشرة كما تريد بدون مدة محددة. هذه الفيزا كما ذكرنا قلنا بدون سداد أي مبالغ، مجانية للأشخاص أو الأشخاص الذين هم خارج دولة أستراليا. أما الأشخاص الذين هم داخل دولة أستراليا فيجب دفع رسوم معينة. والشيء الجميل والمفيد في هذا الموضوع كله أن هذه الفيزا بدون طلب أو بدون، لا تطلب منك سن معين، بدون تحديد أي سن، ولا تطلب يعني أقل من 18 سنة أو أكثر، لا تطلب منك تحديد سن معين، يعني كل أعمار مقبولة ولها الحق أن تتقدم بطلب هذه الفيزا. ويمكنك أيضا أن تدرس بهذه الفيزا سواء مدة قصيرة أو مدة طويلة في حال إن شاء الله لو وصلت إلى أستراليا. وفي نفس الوقت هذه الفيزا تعفيك من شهادة اللغة الإنجليزية ومن مجموع النقاط ومن أي عقود عمل، كما في تأشيرة أستراليا العادية التي لديها شروط تعجيزية. وفي الغالب يأتي الرفض لطلب هذه النوع من التأشيرة أو لتأشيرة الأسترالية العادية. الجديد، هذه الفيزا خاصة، أو سوف تسأل ما نوع هذه الفيزا التي هي مجانية. هذه الفيزا هي فيزا علاج في أستراليا أو عمل كشف طبي في أستراليا، أي فيزا للمريض مع المرافق، الشخص الذي يرافق المريض. المهم في هذا الموضوع كله أنك تحصل على هذه الفيزا فقط للوصول إلى أستراليا، يعني تطلب هذه الفيزا سبب يعني لوصولك إلى أستراليا، فمثلا لأنها مجانية. وبإمكانك التواصل مع أي مستشفى أو عيادة خاصة في أستراليا، ترسل لهم إيميل باللغة الإنجليزية طبعا، وتحدد موعد معهم، والإيميل سوف يكون فيه الموعد ونوع الكشف، وتترجم طبعا للغة الإنجليزية، طبعا هيردوا عليكم باللغة الإنجليزية أصلا. وبإمكانك أن ترسل لهم تقرير طبي للمريض، وكون مترجم أيضا يعزز طلبك. وعلى ضوء يرسل لك على ضوء مراسلتك سوف يتم إرسال لك دعوة للكشف، وبها كما ذكرت وسوف يتم مراسلتك ويرسل لك دعوة للكشف في هذا في المستشفى الذي تواصلت معها أو العيادة. وفي هذه الحالة تضمن التأشيرة. مدة الرد على طلب الفيزا
هذا النوع من الفيزا يكون حوالي من 15 يوم كأقل تقدير، وفي حالات أخرى تكون حتى لو كانت المستندات يعني سليمة وكاملة تماما وصحيحة، وستة أشهر يعني مدة طويلة جدا تكون لمعالجة ملف التقديم، احتمال يكون ناقص ورقة أو في خطأ نقص في الملف. الملف المطلوب لهذه التأشيرة وهو شهادة تثبت بأنك سليم من أي أمراض معدية، يعني تعمل كشف وتستخرج طبعا شهادة تثبت بأنك سليم من أي أمراض معدية. 2، شهادة السوابق العدية أي سجل نظيف. 3، حجز موعد وموافقة المستشفى الذي سوف تعالج عنده. 4، والأهم، هو كشف حساب بنكي يغطي مدة علاجك في أستراليا أو مدة إقامتك في أستراليا. هذا الكشف طبعا سوف يكون بالأورو أو بالدولار، يعني لك الحق بأن يكون هذا الكشف لزوج أقرب الناس إليك، يعني من درجة أولى، زوجتك، أخوك، أمك، أبوك، يعني هذا هما الدرجة الأولى. وبهذا الشكل سوف تكون هذا تكون هذه الفيزا سهلة جدا، وإن شاء الله حتكون موفق في الوصول إلى أستراليا. يعني هذه ثغرة مهمة جدا وهي سبب العلاج، يمنحك التأشيرة بكل سهولة، حتى الملف ليس بملف المعقد. أظن هذه فرصة ممتازة للجميع، فما عليك غير أنكم تبادروا في هذا الموضوع، وإن شاء الله ربي يوفق الجميع. على العموم رابط الموضوع هذا سوف يكون كما ذكرت لكم يكون أسفل الفيديو في صندوق الوصف، سوف أترك لكم إن شاء الله. وفقكم الله، ولا تنسوا باللايك والسبسكرايب والشير، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.